السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع صينية صباح السمك السردينة بطريقة تحفة جدا وجميلة وطريقة مبسطة جدا جدا هتعجبكم قوي. هو سمك السردينة نوع من انواع التونة، زي التونة. اختلاف الموزة عنها ان الموزة بتبقى ناعمة قوي شوية عنها. تمام. والسردينة دي بتتخلل برضو وبتتعمل صينية، بجد طعمها جميل جدا جدا وهتعجبكم. وهنعمل جنبه الرز المحمر بطماطم، بجد الرز يستاهل التجربة فعلا، طعمه خطير جدا جدا، هيعجبكم قوي. يلا بينا نشوف المقادير والطريقة مع بعض. انا معايا هنا كيلو من السمك السردينة، هي بتبقى عاملة كده. معايا كيلو، معايا هنا خضرة شبت وبقدونس وكزبرة، معايا 5 حبات كبار من الطماطم، ومعايا ليمونتين، ومعايا توم انا هرساه، يعني قد 6 فصوص كده كبار من التوم، كتري في التوم لان السمك بيحب التوم. ومعايا هنا ملح مبهر وبابريكا وكزبرة ناشفة، الملح المبهر عليه كمون وفلفل اسود. هي دي المقادير بتاعتنا، وطبعا معانا زيت. جربيها بالطريقة دي وما تحطيش فلفل وهتبقى طعمها جميل ان شاء الله، هتعجبك جدا. اول حاجة نقول بسم الله. هقشر السردينة معاكم، انا معايا واحدة اهي، اوريكم واحدة او اتنين. انا همسك الراس بتاعتها وهشيلها، ولو عايزة تشيل تسيب الديل سيبيه، وافتحها. هي مش بتاخد وقت ولا بتحتاج اي مجهود ولا اي وقت، وبتشيل اللي فيها، الامعاء اللي فيها. تمام. هي طبعا نظيفة ومش زفرة، يعني مش هتحتاج معاكي غسيل ولا اي حاجة، انتي بالراحة عليها عشان ما تتهريش، لانها النوع بتاعها بيتهري بسرعة. تمام. بالشكل ده كده، ومن جوه جميلة وحمرة. هعمل كمان واحدة، اشيل الراس بتاعتها واشيل لو انتي حابة تسيبي اللي فوق دي تبيع، وافتحها كده واشيل الامعاء اللي فيها. تمام. تتشال بكل سهولة ومش بتحتاج معاكي وقت ولا مجهود. اخلص انا بقى بقيت الكمية بالشكل ده واغسلها، بس يعني اشطفها شطفة خفيفة، ما تحطيش عليها لا خل ولا ليمون ولا دقيق ولا اي حاجة. وبعد ما خلصت سمك السردينة بتاعنا يا دوب شطفته بشوية ملح خشن وخلاص، على كده ما بتحتاجش اي حاجة. هي مش فيها ريحة زفارة اصلا. يعني انا معايا هنا صينية، انا في المرحلة دي بدأت ان انا ولعت خلاص النار، اغسل ايدي بس. انزل بقى بالثوم معايا، انزل بكل المكونات اللي معايا، وانزل بالطماطم، كتري في الطماطم علشان تبقى حلوة، وانزل بالخضرة، بس الخضرة مش هنزل بيها كلها، هسيب شوية للتزيين. يعني انت حطي قد حزمة كده من الخضرة. ونزلت بالتوابل، وانزل بس بنص كوباية مية، واضربهم بقى في الخلاط، ومش هنعمهم قوي، خلي الخلطة معايا خشنة شوية. تمام. بعد ما ضربتها معايا بقى الصينية، انزل بالتونة بتاعتي وافردها في الصينية كده. هي الصينية بتاعتي كبيرة، هجيب صينية اوسع. معايا الصينية دي، ايوه دي حلوه. انزل بقى بالخلطه، خلي الخلطه بتاعتك تقيله كده شويه، هنحط كمان شويه ميه، يا دوب بس تشوفي الخلاط. طبعا الليمون احنا مش ننساه، لسه مش عصرناه. خلي التوم وانتي بتحطيه لازم تدقيه، الهوم بيبقى له نفس جميل كده في الخلطه بتاعت السمك بالذات. لو مثلا حتى مش عايزه تخلطي تدقي الفلفل ولا تدقي الخضار، دقي التوم بيديله نفس جميل كده، سبحان الله، يعني ايه بيبقى الطعم حلو قوي. اوزع بقى الخلطه بتاعتي في الصينيه كويس. معايا زيت هنا بقلب بيه بطاطس، يعني كويس وحلو. انزل كده بشويه زيت محترمين، وخلي الخلطه بتاعتك تبقى دلعه لانك لسه هتسويها في الفرن، عشان ما تحدقش معاكي، لما بتغلي هتحدق فما تحدقش معاكي قوي. تمام كده. بعد ما خلصناها احطها بقى في الفرن على درجة حرارة عالية، لان كده كده معانا السمك السردينة ما بياخدش معانا وقت في السوا. انتي لو انتي حابة بقى مش عندك فرن،
الفرن بتاعك بايظ او مش عندك فرن ممكن تحطيها على البوتاجاز من فوق وتخلي النار متوسطة عليها وتغطيها بأي حاجة وهتطلع معاكي جميلة وزي الفل. تمام، هنحطها بقى في الفرن ويلا بينا نعمل الرز بتاعنا الجميل. معايا هنا مادة دهنية سمن او زيت، انا حاطة معلقة من السمنة ومعلقتين من الزيت. انزل بالرز. بسم الله. الرز انا غسلاه كويس، رز مصري عادي. اقلب بقى، هفضل اقلب فيه، اقلب كويس لحد ما يتحمر معانا. بجد الرز ده يستاهل التجربة، بجد جميل جدا جدا وطعمه حلو. واحنا كنا صغيرين لما ماما كانت تعمل لنا الرز ده واحنا في نيجي من الدرس نشم ريحة الرز ده، بجد وهم، كنا بنعشقه جدا جدا. هو بسيط وما فيهوش حاجة، هو ان احنا هنحمر الرز وضربة 4 حبايات كبار من الطماطم كده على قد كمية الرز اللي انت هتعمليها، وهنحطها، هنحط الطماطم على الرز المحمر ده. بجد رز يستاهل التجربة فعلا، وجربيه مع التون، مع التونة بيبقى طعمه جميل جدا. تمام، وبعد ما خلصت كده تحمير الرز انزل ببقية كمية الرز اللي معايا وقلب كويس قبل ما انزل بالطماطم. اديها تشويحة بس كده بسيطة، حطي معلقة ملح كده، ظبطي الملح بتاعك، وانزل بقى بالطماطم. بسم الله، اعملي على قد الكمية بتاعتك. لو انت طبعا مش هتعرفي زي ما قلت لك، كوباية الرز بتاخد كوباية من المية، وبرده الطماطم برده كوباية الرز هتاخد كوباية من الطماطم. ممكن تحطي نص مية ونص طماطم. اسيبه بقى لما يستوي براحته ونشوف التونة بتاعتنا على الشكل ده كده. زي ما قلت لكم حطيتها في الفرن، قضيت الفرن على درجة حرارة عالية. اول ما نشفت واستوت من تحت طلعتها على الشبكة من فوق وشغلت الشواية تاخد لون جميل معايا من فوق بالشكل ده كده. انت لو حابة الصوص بتاعها يكون خفيف شوية ما تنشفهاش قوي، بس احنا حبينا كده اللي يريحك. طبعا هسيبها تبرد وهنعبيها مع بعض. بعد ما الطبق بتاعنا جاهز بالشكل ده، بجد طعم السمك معانا جميل جدا جدا. هوريكوا برضو من جوه عامل ايه. شايفين من جوه؟ شايفين مستوية جميلة جدا، تحفة، وطعمها بجد يستاهل التجربة. جربيها بجد هتعشقيها. وده الرز بتاعنا، شايفين الرز بتاعنا مفلفل قد ايه، شايفين؟ ياريتكوا والله معايا. الأكلة دي جميلة جدا جدا، والرز مع السمك التونة ده جميل جدا. جربيها بجد هتعجبك، هتعشقيها. يا رب يكون الفيديو عجبك. لو عجبك الفيديو بتاعي ما تنسيش تعملي لي اشتراك في القناة وتعملي لي لايك وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.